كانت هناك أنباء عن قيام بعض البنوك بخفض الفائدة على أسعار شهادات الادخار لديها، أسعار الفائدة على شهادات الادخار لديها، منها البنك التجاري الدولي والذي أعلن عن خفض الفائدة على شهادات الادخار 2% لثلاث أنواع من شهادات الادخار لديه. أيضا بنك اتش اس بي سي مصر قام بخفض الفائدة 1.5% على شهادات الادخار ل3 سنوات لديه. هذا كله أعطى يعني أثار تساؤلات عديدة حول أن يكون هذا مقدمة لأن يفاجئ البنك المركزي المصري الأسواق اليوم بقرار مخالف لما توقعه المحللون. ولكن بالطبع تحركات البنوك يعني يمكن أن نفصلها قليلا عن يعني القرار المرتقب من البنك المركزي. فالبنك المركزي أمامه عدد من المعطيات، أهمها بالطبع ما يتعلق بأرقام التضخم والمخاوف من تصاعد التضخم مجددا، وهو ما حدث خلال آخر شهرين، شهر أغسطس وشهر سبتمبر، حيث عاود التضخم الارتفاع مرة أخرى بفعل يعني إجراءات ضبط المالية العامة والتي تتعلق برفع الأسعار، أسعار الدعم، الكهرباء، اسطوانات البوتاجاز، بالإضافة إلى أسعار البنزين والسولار. هذه كلها أثرت على مسار التضخم ويعني المسار الهبوطي الذي اتخذه لمدة 5 أشهر. وبالتالي وفي ظل التوترات الجيوسياسية والمخاوف من التأثير على الإمدادات أيضا بالنسبة للسلع، هذا كله يضعه البنك المركزي أمامه. وبالتالي التوقعات أن يكون هناك تثبيت لأسعار الفائدة في البنك المركزي بالرغم من قيام بنوك بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار. أيضا يقوم بنك مصر والأهلي كان قد أعلن سابقا أنهما يدرسان أيضا خفض الفائدة على شهادات الادخار مرتفعة العائد والتي صدرت في بداية العام الحالي بفائدة وصلت إلى 27%. وبالتالي تحركات البنوك للتخفيف عليها في ظل أيضا يعني البنوك تنظر إلى أن معدل الفائدة حاليا حتى في ظل معدلات التضخم الحالية يعني معدل الفائدة يعتبر إيجابي. أما البنك المركزي فلديه بالطبع يعني عوامل أخرى يضعها في الاعتبار قبل اتخاذ هذا القرار.